بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائنا مشاهدينا ومتابعينا في قناتنا خرج، جبنا لكم فيديو جديد. صيد الدب، هنشوفها ده مع بعض. شوف 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 شوف، الدب يطارد قطيع من الثيران. شوف 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 شوف، قبض على العين، خطفه بسهوله، قوه رهيبه. الدب الرمادي سيطر على العين. خلاص، شوف 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 شوف، أثر الدب على الثلج. بدأت رحلة الصيد. هنا الصيادين بيتعقبوا أثر الدب. هنشوف إيه اللي هيحصل. طبعا من قدام ده الحارس. شوف سيدة. عصابة الدب في الكلى، مكان قاتل. شوف 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 كده، الدب ملوش أي فرصة للهرب. خلاص الدب مصاب، أثره على الثلج صح. شوف الدب، شوف 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 بياكل. طبعا هنا السلمون، الصياد على ربوة. وضع الاستعداد، أصاب إصابة مميتة. شوف 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 شوف، طبعا غير وضعه. بيأكد عليه برصاصة تانية. كيف؟ ياكل أي حاجة. Coming in again. That's about the same time he came in yesterday. يصطاد. يأكل حشرات. شوف 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 شوف. الدب شوف 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 بيهاجم البشر. هجوم قاتل. الراجل استخبى في السياج. الدببة رهيبة، هجوم الدببة على البشر. الدب مصمم، شوف شوف الراجل يستغيث. الدب يطارد. يلتف. الكلب ده خلاص بيجي وجبة أساسية للدب. الدب الأسود في مرمى الصياد. طبعا هنا الصياد بيستهدف الذكور. إصابة مميتة، السهم اخترق الدب. الصيادة في وضع الاستعداد. إصابة قاتلة، الدب سقط. طبعا ادعو مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اللي ما اشتركش اشترك معانا، ونوعدكم بإذن الله تعالى جاي يكون أحلى وأحلى وأحلى بفضل تعالى. الدب الأشهب، دب عظيم. شوف شوف شوف، 450 كيلو ترزانة من اللحم. الصيد من أجل
اللحم والفراق ظبط الهدف، وضع الاستعداد، إصابة مميتة. السهم اخترق الدب، شوف 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 شوف، الدب يهرب. أكد السهم تاني، شوف شوف شوف، الدب سقط. شوف شوف، الدب يتقدم نحو الصياد. هنشوف ايه اللي هيحصل. في موسم الربيع بدأت رحلة صيد الدب. شوف شوف شوف، الدب يهجم على الصياد. مميتة في مكان قاتل. طبعا البراميل زي ما انتم عارفين فيها أطعمة لجذب الدببة. الصياد في وضع الاستعداد، شد القوس. إصابة مميتة. شوف 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 شوف، السهم يخترق الدب. إصابة قاتلة. شوف برميل مليء بالأطعمة. شوف شوف، طبعا الصياد هنا بيصبر. طبعا لازم يتخذ الوضعية المناسبة لإصابة الدب في القلب والرئتين. يلتف. إصابة مميتة. إصابة قاتلة. في العمود الفقري، شوف شوف شوف، أصاب الدب بالشلل التام. شوف شوف شوف، خلاص الدب ملوش أي فرصة للهرب. طبعا سهم معدل. شوف الدب يبحث عن الطعام، والصياد يبحث عن اللحظة. إصابة. شوف 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 شوف، خلاص قلب الدب ابتدى يتباطأ. شوف 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 شوف، الدب سقط. إصابة قاتلة. الدب والصياد وجها لوجه. أصاب. إصابة مميتة. طبعا هنا بيهيج الدب عشان يهرب، لكن الدب بالعكس مصمم. أصاب. كده الدب أصبح جريح، أصبح خطر. بالرأس.
إصابة مميتة. الدب الأشهر ينفض الغبار مسافة 200 متر. إصابة مميتة. شوف 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 ضخامة الدب. من أقوى حواس الشم. إصابة قاتلة. طبعا حاسة الشم عند الدببة رهيبة. يشم رائحة الطعام. كيلو ونص 1500 متر. شوف 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 على الشاطئ. الباحث عن السلمون. اسماك السلمون. الدب عائد من رحلة صيد. ستمية وستين يارد. صياد لا يخطئ الهدف. العمود الفقري. إصابة مميتة. شوف شوف أصاب. خلاص الدب يترنح. سقط. صياد محترف بالرأس. 650 ياردة. أزيد من 5 كيلو. أصاب. إصابة مميتة. شوف المسافة 825 كيلو إلا ربع. مسافة بعيدة. سبعمية وخمسين يارد. إصابة قاتلة. صياد محترف. سميع. 663 يارد. شوف في العمود. إصابة قاتلة. ضربة سيتا. شوف 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 وضع الاستعداد في العمود الفقري. كسر الاقتراب من الدب شيء خطير. إصابة قاتلة. مفيش طريق للهرب. 630 ياردة. أصاب. إصابة قاتلة. ضربة سهم ميتة. أصاب الرئتين من زاوية أخرى. إصابة قاتلة. الدب يعتني على أنا سرعتنا للكودا ستوبنا محل البقالة. شوف.
أضخم وداحت. خلاص الدب كده اكتف يحل. كسر زجاج العربية لص. Обычные жители таких мест уже привыкли к четвероногим соседям. فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.